توصلت إيران والدول الست في ختام محادثاتها في جنيف إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي. الاتفاق يتضمن رفع العقوبات تدريجيا عن إيران والحفاظ على المستوى الحالي لصادرات النفط ورفع العقوبات عن قطاع البتروكيماويات وصناعة السيارات والذهب والمعادن الثمينة ووقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% والسماح به بنسبة 5%. الترحيب الدولي بالاتفاق لا سيما من الدول الكبرى لاقاه استياء إسرائيلي عبر عنه أكثر من مصدر ووصفه بالسيء جدا للدولة العبرية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما سارع إلى عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بعد دقائق على إعلان الاتفاق من جنيف. أكد خلاله أن الاتفاق المؤقت مع إيران هو خطوة مهمة في طريق حل شامل لبرنامج إيران النووي. أوباما حذر من أن الولايات المتحدة ستوقف تخفيف العقوبات عن إيران وستزيد من الضغوط في حال لم تفي بالتزاماتها خلال فترة 6 أشهر، وأضاف إن الاتفاق يقفل الطريق باتجاه تصنيع إيران قنبلة نووية. وقال أوباما إنه يأخذ في الاعتبار تشكيك دول الخليج وإسرائيل حيال الاتفاق مع إيران. اليوم الدبلوماسية فتحت طريقا لعالم أكثر أمنا، مستقبل نستطيع أن نضمن فيه أن برنامج إيران النووي سلمي وليس بإمكانها صنع قنبلة نووية. هي المرة الأولى خلال عقد من الزمن التي نستطيع فيها أن نوقف تقدم برنامج إيران النووي. في هذا الوقت هذه الخطوة الأولى ستوفر وقتا ومساحة للأشهر الست المقبلة للمزيد من المفاوضات لمواجهة كل هواجسنا من البرنامج النووي الإيراني. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لستة أشهر، لكنها ستبقي على استمرار التخصيب بنسبة 5%. وأكد ظريف أن طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم نهائيا، وأنه لن يتم إغلاق أي منشأة نووية، وسيستمر العمل في برنامج الماء الثقيل في أراك. وكشف أنه ستشرف على تنفيذ الاتفاقية لجنة مشتركة من إيران والدول الست. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أشار إلى أن الاتفاق مع إيران سيضمن أمن حلفاء واشنطن وأمن إسرائيل. وعقب التوصل إلى الاتفاق النووي قال كيري إن خطة العمل ستخفض بشكل كبير اقتناء إيران للسلاح النووي. كيري أكد أن إيران لن تزيد من مخزونها من اليورانيوم المخصب ولن تصنع مفاعلات جديدة. من جهته أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالاتفاق وشدد على أنه يؤكد حق إيران في الطاقة النووية المدنية، لكنه يلغي أي إمكان لحيازة السلاح النووي. وفي طهران يعقد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني مؤتمرا صحفيا بعد قليل، وهو علق على الاتفاق على صفحته على تويتر بالقول إنه اتفاق جيد. ومن العاصمة الإيرانية ينضم إلينا مراسلنا رضا الباشا. إذن رضا، بعد قليل مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني، وأيضا هناك أجواء إيجابية في إيران حول هذا الاتفاق، لو تطلعنا على ما يجري الآن هناك. نعم فتون، الأجواء فعلا بدأت بعض ردود الأفعال الإيرانية الإيجابية جدا حول الاتفاق النووي الذي حصل في جنيف، بدأ من خلال البرلمان الإيراني المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد بأن إيران ملتزمة بالاتفاق وستعمل على إثبات بأن برنامجها النووي هو برنامج سلمي ولن تحيد عنه على الإطلاق، لأنها ليست بحاجة لصناعة السلاح النووي. كما أكد حسين النقوي بأن إيران ستعمل خلال هذه الستة أشهر لإثبات بأن حسن نيتها أيضا لدول الجوار العربي وخاصة دول الخليج، ومد يد إيران لهذه الدول داعيا إياها للتعاون من أجل بناء برامج نووية تكون تساعد على حياة أفضل للمنطقة، كما قال المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. أيضا نائب رئيس البرلمان الإيراني أبو ترابي فر أكد بأن الاتفاق
الاتفاق الذي وقع الذي سيوقع بين إيران والدول الخمسة زائد واحد هو اتفاق جيد جدا، وأن إيران مصرة على حقوقها النووية، وأثنى على إدراج حق إيران في تخصيب اليورانيوم ضمن بنود الاتفاق والاعتراف بهذا الحق بشكل رسمي في الاتفاق. إضافة إلى ذلك كما أشرتم الرئيس حسن روحاني أثنى أيضا على الاتفاق الذي حصل في جنيف. إذن الأجواء هنا إيجابية بشكل كامل، خاصة وأن إيران ستحافظ على خطوطها الحمراء في تخصيب اليورانيوم من جهة، في البقاء على مفاعلتها النووية تعمل كما هي عليه الآن، خاصة مفاعل أراك للمياه الثقيل من جهة أخرى، إضافة إلى خروج ملفها النووي من حالته الحالة التي يعيشها الآن ليعود إلى حالته الطبيعية التي كان عليها، ويعود إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما استمرت حالة التعامل بين إيران والدول مجموعة الخمسة زائد واحد خلال المرحلة الأولى التي ستكون مدتها لستة أشهر قادمة. نعم، أيضا هناك يعني الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقد مؤتمرا صحفيا أشار إلى أهمية هذا الاتفاق. إذا الموقف الإيراني الآن أو الانطباعات الإيرانية حيال المواقف الغربية من هذا الاتفاق حتى هذه الساعة؟ نعم فتون، إلى الآن لم يصدر أي تصريح بالنسبة للمواقف الأمريكية والمواقف الغربية، ولكن توجه انتقاد لتصريح الرئيس باراك أوباما الذي قال بأنه وقف في وجه تصريح امتلاك عمل إيران في مفاعل أراك للمياه الثقيل. ظهر هذا الانتقاد من قبل كلام الرئيس وزير الخارجية جواد ظريف في مؤتمره الصحفي مع وسائل الإعلام الإيراني، الذي أكد بأن العمل في مفاعل أراك سيبقى على ما هو عليه الآن ولن يخرج أي من المواد النووية من إيران، إضافة إلى بقاء مفاعل فوردو ومفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم على ما هم عليه الآن، ولن يخرج أجهزة الطرد المركزية لن تخرج من هذه المفاعلات. أما بالنسبة للمواقف الإسرائيلية تحديدا، لم نشير إلى هذا الموضوع، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمره الصحفي مع وسائل الإعلام الإيرانية بأن الاتفاق هو حدث القرن الحالي كما سماه، نظرا لأنه تمكن من وضع حد للأطماع الإسرائيلية وما سماها الأكاذيب الإسرائيلية التي تسعى لتشويه صورة إيران في المجتمع الدولي، وقال بأن هذا الاتفاق أثبت بأن إسرائيل باتت عاجزة أمام السياسة والدبلوماسية الإيرانية التي أثبتت أنها على حق وأنها في المسير الصحيح. نعم رضا الباشا مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من طهران، شكرا لك. وفي إسرائيل وصفت مصادر في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى بالسيء جدا، مشيرة إلى أنه يعطي إيران ما أرادته بالضبط من تخفيف جوهري للعقوبات والحفاظ على أجزاء مهمة جدا في برنامجها النووي. وأضافت أن الاتفاق يتيح لإيران مواصلة تخصيب اليورانيوم ويترك في يدها كل أجهزة الطرد المركزية التي تتيح لها إنتاج المادة المخصبة للسلاح النووي. وأضاف المصدر أن الاتفاق لا يؤدي إلى تفكيك مفاعل أراك، وأن الضغط الاقتصادي الذي ترزح تحته إيران كان يمكن له أن يفضي إلى اتفاق أفضل بكثير يفكك قدرات إيران النووية. إذن الحديث أكثر عن المواقف الإسرائيلية تجاه هذا الاتفاق الإيراني مع الدول الست، ينضم إلينا هنا في الاستديو رئيس قسم الشؤون الإسرائيلية في قناة الميادين الدكتور عباس إسماعيل. دكتور عباس صباح الخير، بداية لو تزودنا وتطلعنا أكثر على المواقف الإسرائيلية تجاه هذا الاتفاق. يعني كل وسائل الإعلام منذ الصباح تتعامل مع الحدث في جنيف باعتباره حدثا تاريخيا. ردود الفعل الصادرة عن المسؤولين السياسيين والوزراء يمكن وصفها بأنها ردود تعبر عن هستيريا إسرائيلية مما تم التوصل إليه، وكل ما كانت إسرائيل تدق كل ما دقت إسرائيل جرس الإنذار خشية منه طوال الأسابيع الماضية تجد الآن نفسها أمامه يتحقق أمام عينيها، وبالتالي هي تجد نفسها أمام واقع جديد سلب من إسرائيل كل أوراق القوة التي كانت تلوح بها في مقابل إيران. في نظر إسرائيل الاتفاق الآن يجردها من أهم ورقتين
الورقة الأولى هي ورقة العقوبات الاقتصادية التي طالما كانت إسرائيل تعتبر أن تشديد العقوبات الاقتصادية وبقائها يحول دون لجوءها إلى الخيار العسكري بصرف النظر عن مدى استعدادها لهذا الخيار. والنقطة الثانية هو أن التوصل لاتفاق انتقالي في هذه المرحلة الانتقالية أيضا يجعل تلويح إسرائيل بالخيار العسكري أشبه بمسدس فارغ لا يمكن لأحد أن يحمله على محمل الجد. لا يمكن لأحد أن يتوقع أو ينتظر أن إسرائيل حتى لو كانت تملك خيارا عسكريا مجديا يمكنها الآن أن تفعله أو أن تستخدمه خلال الفترة الانتقالية. وبالتالي إسرائيل وجدت نفسها الآن بأن إيران حققت كما قال وزير خارجية الإسرائيلية ليبرمان انتصارا سياسيا دبلوماسيا هو الأكبر منذ تأسيس نظام الإمام الخميني والكلام لليبرمان. إذن إسرائيل الآن تشعر بأنها خسرت التحدي بطريقة أو بأخرى، يعني بحسب تصريحات محمد جواد ظريف كما سمعنا قبل قليل مع زميل رضا الباشا قال بأن إسرائيل أثبتت الآن بأنها عاجزة أمام الدبلوماسية الإيرانية. إسرائيل تعتبر الاتفاق الذي تم توقيعه اتفاقا سيئا بكل المعايير، واتفاق لا يتضمن أي إنجاز أو حتى إيجابية واحدة. يعني وزير الخارجية ليبرمان لم يرى في الاتفاق إيجابية واحدة، يمكن القول أن الدلالة الأكبر على العجز الإسرائيلي في مواجهة هذا الاتفاق الآن هو أن ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية يعتبر أنه سوف ينتظر الآن ماذا سيفعل السعوديون في مقابل هذا الاتفاق، وهذا قاله قبل قليل. وبالتالي إسرائيل تجد نفسها الآن أمام حائط مسدود، وهي في الواقع إسرائيل في الشروط التي كانت رفعتها في السابق من أجل وقف المشروع النووي الإيراني لهذه الاتفاقات هي شروط غير واقعية لا يمكن تحقيقها. وأثبتت المفاوضات التي والاتفاق الذي تم التوصل إليها الآن أنه لم يتم تلبية أي اتفاق أي شرط من الشروط الأربع التي كان نتنياهو حددها والتي كان يعتبرها رزمة واحدة، لم يكن ليقبل بشرط واحد منها. فإذا بالشروط الأربع لم يتحقق منها أي شرط، وبالتالي إسرائيل تعتبر بأن إيران الآن ربحت ورقة العقوبات وأيضا نجت من سيف الخيار العسكري إذا كان هناك خيارا عسكريا فاعلا ضدها. إسرائيل قالت بأنها غير ملزمة بهذا الاتفاق، ماذا يعني هذا في العقل الإسرائيلي إن صح هذا التعبير؟ يعني إسرائيل لم تكن جزءا من هذا الاتفاق بمعنى أنها لم تكن جزءا فاعلا ومبادرا، وبالتالي هي من الطبيعي أن تعتبر أنها غير ملزمة بهذا الاتفاق. هي من خلال هذا الكلام توحي بأنها غير ملزمة بمعنى أنها تحتفظ لنفسها بكل الخيارات، وهي تشير بصراحة إلى الخيار العسكري، ولكن هذا الخيار العسكري في إسرائيل الذين يشككون في هذا الخيار في إسرائيل أكثر مما هم في خارج إسرائيل. وبالتالي كما أشرنا هذا الاحتفاظ لإسرائيل لنفسها بحق الرد بحق التعامل هذا لن يكون مجديا، وهو نوع من التعويض ونوع من أعطاق المجال أمام إسرائيل لمواصلة معارضة هذا الاتفاق وأيضا التلويح بخيارات أخرى. ولكن لا يمكن لأحد في إسرائيل الآن أن يعتقد بأن أمام إسرائيل أي خيار في الفترة في المدى المنظور. كل ما هنالك حتى بدأ الحديث الآن من قبل بعض من الخبراء أن إسرائيل عليها الآن من الآن الاستعداد للمرحلة التالية من الاتفاق وتحضير سقف شروط قابل للتطبيق، وبالتالي المراهنة على المرحلة القادمة والتسليم بالواقع الذي تم. نعم، على كل حال دكتور عباس إسماعيل رئيس قسم الإسرائيليات في قناة الميادين شكرا جزيلا لك. نعم. الاتفاق بين إيران والدول الكبرى يطرح تساؤلات كثيرة حول ملامح تغييرات جيوستراتيجية وسياسية وانعكاسات مباشرة على المنطقة، وقد لا يكون التوتر التركي المصري الجديد بعيدا عن آفاق المرحلة المقبلة. سامي كليب. في اللحظة التي كان المفاوضون الإيرانيون يشارفون على اتفاق مع الدول الغربية في جنيف، وصل تدهور العلاقات بين مصر وتركيا إلى حد قرار القاهرة طرد السفير التركي. قابلته أنقرة باعتبار سفير مصر شخصا غير مرغوب فيه. بعض الإعلام المصري رد السبب إلى استضافة أنقرة اجتماعات لقيادات من الإخوان المسلمين لتصعيد مناهضة السلطة الحالية في مصر. أما بعض الإعلام السعودي فهو مستمر في انتقاد سياسة وتجربة الإخوان المسلمين في مصر. وفي اللحظة التي كانت روسيا ترسل إلى القاهرة وزيري الخارجية والدفاع على غرار ما تفعل مع الدول المهمة جدا لها في العالم، فاجأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هذا العالم باتهامه الإخوان المسلمين بأنهم سرقوا الثورة المصرية. رد عليه الإخوان بانتقاد لمجمل الدور الأمريكي،
يوازي ذلك قرار بريطاني باستئناف تسليم وبيع السلاح لمصر. وسط هذه التحولات البارزة يشن هجومان انتحاريان على السفارة الإيرانية في لبنان، فيفجران الباب الخارجية، تنجو السفارة والسفير، يقع عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح. يعتقد العالم أن إيران ستسارع إلى الرد، ليفاجأ الجميع بأن مرشد الثورة السيد علي خامنئي يلقي خطابا طويلا لا يذكر فيه مطلقا التفجير، ويسبقه إلى ذلك اتهام كبار المسؤولين الإيرانيين إسرائيل وعملائها بالتفجير. لم تكن مضت ساعتان على التفجير حتى كان الجيش السوري يدخل إلى قارة فاتحا المعركة الاستراتيجية في القلمون السوري، ويستمر بتقدمه بريف دمشق الجنوبي وريف حلب الجنوبي. قابل هذا توحيد لعدد من الكتائب الإسلامية بغية إسقاط النظام وإقامة دولة إسلامية. هذا التوحيد ليس بعيدا طبعا عن دعم إقليمي واضح. إن دلت كل هذه التطورات على شيء، فإنما على أن التفاهمات الكبيرة بين أمريكا وروسيا تسير باتجاهها الصحيح ولو ببطء، وأن التفاهمات الغربية الإيرانية قد تكشف عن ملفات كثيرة لا تقتصر فقط على البرنامج النووي. هذا يعني أن المنطقة تسير على خطين: الأول دبلوماسي يحقق نجاحات واضحة، وأمني سيشهد تفجيرات واغتيالات وعمليات كر وفر، ذلك أن التفاوض غالبا ما يستدعي عوامل قوة على الأرض. أما بعد أن يوقع الطرفان الإيراني والغرب الاتفاق، فلا شك أن أمورا كثيرة ستتغير في المنطقة، وربما أكثر مما ينتظر كثيرون. وصفت الخارجية المصرية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنها تتسم بالرعونة وعدم الموضوعية. وكان أردوغان قال إن حكومته لن تحترم أبدا من يصل إلى السلطة إثر انقلاب، وذلك في أول تعليق له على طرد السفير التركي من القاهرة. أنقرة اعتبرت أن السفير المصري شخص غير مرغوب فيه في تركيا، وذلك ردا على طرد السفير التركي من القاهرة بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية. وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي حمل الحكومة التركية مسؤولية ما آلت إليه العلاقات بين البلدين، معلنا أن الحكومة في القاهرة قررت خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع أنقرة إلى مستوى قائم بالأعمال. فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية اليوم 23 نوفمبر 2013 الآتي: أولاً، تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال. ثانيا، نقل سفير جمهورية مصر العربية في أنقرة نهائيا إلى مقر الديوان العام بوزارة الخارجية، وخاصة وأنه سبق أن تم استدعائه للتشاور إلى القاهرة منذ 15 أغسطس الماضي. ثالثا، استدعاء السفير التركي في القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية اليوم وإبلاغه باعتباره شخصا غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد. أكدت المعارضة السورية مقتل 5 من أبرز الناشطين الإعلاميين لديها في ريف دمشق. وذكرت مواقع المعارضة السورية أن من بين القتلى محمد السعيد الناطق باسم مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، إضافة إلى 4 ناشطين في جيش الإسلام. وأوضحت المصادر أن الناشطين قتلوا أثناء تغطيتهم لاشتباكات والمعارك بين الجيش السوري ومسلح المعارضة في منطقة الجربة في الغوطة الشرقية. أعلنت لجنة المصالحة الشعبية الفلسطينية التوصل إلى اتفاق لحل أزمة مخيم اليرموك سلميا، ما يمهد الطريق لعودة عشرات الآلاف من النازحين إلى بيوتهم. الاتفاق يتضمن إبعاد المسلحين غير الفلسطينيين عن اليرموك وتسوية أوضاع الفلسطينيين منهم والبدء بعودة النازحين. أزمة مخيم اليرموك إلى حل سياسي. وفد المصالحة الشعبية عاد بعد جولات مكوكية بين الفصائل الفلسطينية خارج المخيم والمجموعات المسلحة في الداخل بأجوبة بدت شافية. العنوان: إخلاء اليرموك من السلاح والمسلحين وإعادة النازحين إلى بيوتهم.
الموجود الآن في داخل المخيم المسلح الفلسطيني الذي أبدأ استعداده أن يكون تحت راية هذه البلاد. الخطوة القادمة إن شاء الله هو التبادل أو استلام المواقع العسكرية التي على خط التماس، نعم، حتى يتم الاندماج فيما بين أهلنا وإخواننا وأحبابنا على هذه المنطقة، مع كذلك الإخوة الفلسطينيين إخواننا وأهلنا كذلك داخل المخيم. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة التي أوفدت بعض قياديها إلى داخل اليرموك، رحبت بالاتفاق، وأكثر من ذلك ثمة رهان على أن البدء بالتنفيذ سيكون خلال ساعات. الخطوة تتمثل في دخول اللجان الشعبية للمخيم والاستلام المخيم من كافة المحاور وضبط الوضع والسيطرة عليه، والخطوة اللاحقة اللي هي كما قلت تسوية أوضاع المسلحين ضمن قوائم معدة وموجودة، والأخوة السوريين مرحبين في هذا الأمر. حركة فتح الانتفاضة وجبهة النضال الشعبي شاركت بتلك التحركات لحظة بلحظة. لا طريق آخر سوى الحل، لأن الخيار العسكري سيضر بالجميع والتوافق سينعكس على مناطق ساخنة مجاورة. تراجع المسلحين، فإن المسلحين الآخرين في الحجر الأسود وفي منطقة يلدا سوف يفكرون بالاستسلام بطريقة بنفس الطريقة، لأن هؤلاء المسلحين المتواجدين في الحجر أو في يلدا لهم أهل، لهم أبناء أو لهم أخوة، لهم أباء ولهم أمهات. ساعات قليلة وينفض اليرموك عنه غبار نحو عام من الدم والحرب، حلم يبدو أقرب إلى الواقع كما يرى الفلسطينيون. بين الحديث عن لمسات أخيرة توضع على ترتيبات لحل أزمة مخيم اليرموك سياسيا، والقلق من أي مفاجآت ينتظر عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى مخيمهم بفارغ الصبر. محمد الخضر من مدخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، الميادين. والآن إلى بعض الصحف العربية وعناوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع هبة الله بيطار. صباح الخير من جديد يا هبة، تفضلي. صباح الخير فتون، صباح الخير مشاهدينا. نستهل جولتنا مع صحيفة الشرق الأوسط، وفيها قمة خليجية ثلاثية في الرياض تبحث القضايا الإقليمية، خادم الحرمين يستقبل أميري الكويت وقطر. في الشرق الأوسط أيضا، القاهرة ترد على خطاب أردوغان بطرد السفير التركي، وزير الداخلية المصري أحبطنا مخطط اغتيالات، ونظام مرسي تعايش مع الإرهاب. مفاوضات صعبة في جنيف حول صياغة الاتفاق النووي، هيغ نتفهم القلق السعودي ونطلع المملكة على ما يدور. مجزرة في حلب والمعارضة تسيطر على أكبر حقول سوريا النفطية، وفد من الائتلاف يلتقي الإبراهيمي وبوغدانوف في جنيف. من صحيفة الشرق الأوسط إلى الكويت مع صحيفة القبس، ونقرأ فيها قمة ثلاثية في الرياض جمعت الأمير والملك عبد الله والشيخ تميم، سموه طار إلى الدوحة واصطحب أميرة قطر. في القبس أيضا، مصر وتركيا تسحبان السفيرين، أما عن الإمارات قائد جديد لشرطة دبي بدلا من ضاحي خلفان. من القبس إلى اليمن مع صحيفة الثورة، وفيها فريق 8+8 يدعو للرد على اغتيال جدبان بسرعة إنجاح الحوار، الشورى يدين الاغتيال ويعتبره تهديدا للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. في الثورة أيضا، القاهرة تطرد السفير التركي وأنقرة تلوح بخطوة مماثلة. القاعدة تسيطر على أكبر حقل نفطي في سوريا. وعن سوريا لكن مع صحيفة الوطن نقرأ، الجيش يرد على الإرهاب بالغوطة ويحكم الطوق على دير عطية، أزمة اليرموك تقترب من نهايتها ومطالب بتطهير بستان القصر في حلب. واشنطن والرياض تضغطان لتأجيل جنيف 2، اجتماع ثلاثي في العاصمة السويسرية يناقش موعد المؤتمر غدا، والقاهرة تخفض علاقاتها مع أنقرة. الختام من الأردن مع صحيفة الدستور، وفيها إقامة كنس يهودية أسفل الأقصى، مناقصات لبناء وحدات استيطانية في القدس. والعنوان الأخير، رئيس وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الأردن يترأس مجلس الأمن بداية العام المقبل في حال فوزه بالمقعد الشاغر. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة، أما الآن نعود إلى الزميلة فتون.
إذن مشاهدينا، قبل التذكير بالعناوين، نشير إلى أن قناة الميادين تكرم المجاهدة الجزائرية جميلة بحيرد بدءا من يوم غد الاثنين. وفي هذه المناسبة تنشر الميادين تقارير يومية عن سيرة المجاهدة الكبيرة. تحية إليك للحرية، تحية لكل شعب طالع.